السناري هو بيت او مركز ثقافي تابع لقطاع التواصل الثقافي مكتبه اسكندريه، وبنقدم فيه العديد من الانشطه الفنيه والثقافيه والامسيات الشعريه والفكريه والثقافيه. بنستضيف فرق كتير وبرضو عروض فنيه وتراثيه داخل المكان هنا، وعشان دي برضو رساله للمكتبه او دورنا ان احنا نوعي الشباب والاجيال اللي طالعه ونعرفهم بالتراث المصري الاصيل والفنون الشعبيه المصريه الاصيله. دي بتبقى زي بنبقى حلقه وصل بينهم، وده دورنا ان شاء الله ان احنا نوعي الشباب ونقدم انشطه هادفه للاجيال القادمه. عددها يعني من 7-8 انفار نزل ايه للذكر، لكن انت بتشتغل شغل تاني فرقه التنوره، ساعات بنشغل تنوره بتبقى اكبر 12 واحد. لا تدريب الفرقه يعني ايه بقول لك، زي ما قلت لك الفرقه اكترها وراثه، يعني كل العناصر اللي شغاله معايا وراثه عن ابهاتهم وجدودهم. تدريب بقى ننزل بقى بندرب بقى اللي هو الاجيال الصغار الاشبال الصغيره، فبندربهم ده عادي بقى ايقاع دف بتاع وكوله، فكل واحد مختص بحاجه. بتاع الكوله بيعلم ايه بتاع يعني الطفل الكوره، بتاع الدف يعلم دف الطبله كده يعني. اسماء الاغاني هو طبعا كله انشاد، ايا كان نوع الانشاد، في انشاد باللغه العربيه وفي انشاد باللغه العاميه، لكن كله في النهايه خالص بيصفي على لا اله الا الله محمد رسول الله واهل بيت رسول الله. ده بالنسبه للعاصمه العموميه بتاعه الانشاد الديني، لكن ده ما يمنعش برضو ان احنا اشتغلنا شغل كتير وسافرنا كتير وسافرنا محلي وسافرنا خارجي وكل حاجة. الانشاد الديني بصفة عامة في اللي بيشتغل باللغة العامية بيبقى سريع شوية مفهوم بتاعه عند المستمع، واللي بيشتغل باللغة العربية زي الشيخ ياسين وكتاب ابن الفارض واللغة العربية دي كلها، ما كل دي أناشيد ومتحف الرسول ووصف أهل البيت. فده دايما اللغة العربية بتكون بعيدة شوية عن سماع أذان الناس، يعني في البعض من الناس 50% بيفهموا اللغة العربية و50% عاوزين اللي يترجم المعنى بتاعة اللغة العربية، فهنا اللغة العامية بتسبق وبتبقى سريعة في ودن المستمع. الفرقة بقى طبعا يعني ديت حاجة متوارثة، محدش علمها لنا، انا طلعت لقيت ابو بيعمل كذا شغال بمنشد، فانا طلعت ايه زيه، ابني كذلك طلع برضو في التنوره، وانا طلعت بشتغل على كوله، وسافرنا رحنا ايطاليا وخدنا من هناك جوائز للفرقه. انا دوري راقص صوفي وبلعب سجات وبلعب حانة، ودخلنا معانا في الفرقة ضفنا عم نضيف عليها شغل التنورة، وطبعا شغل التنورة ده برضو أولادنا وتوارثوا معانا المهنة والشغلة، وعلمناهم زي ما أهالينا علمونا، وإحنا خدناها بالحب، يعني ما حدش علمنا ولا تعالى، إحنا خدناها بالنظر. يعني أنا طلعت لقيت والدي جدي شغال في الشغلة دي. هي الفكرة عن التنورة بتبقى روحانية، يعني التنورة أول ما نزلت مصر ما كانتش كده، هي كانت جلاليب مولوية والطاقية اللي هي العالية، بس احنا طورنا فيها خليناها بقى تنورة. هو الشغل ده روحاني، يعني وحدة الذكر اللي احنا نشتغلها ده تنورة روحانية، بتبقى مع الدراويش ومع الجمهور، ولا جمهور كتير، والحمد لله اللي احنا جددنا في الفرقه كتير. الفرقه دي كانت هتنتهي، بس الحمد لله بالتوفيق من عند ربنا احنا طورنا في الفرقه وبدانا نوقف الفرقه تاني على رجل. شرفت النهارده اني احضر الحفل ده ان شاء الله، وهو حفل انشاد الديني، وده بيرجعني ورا اكتر من 70 سنة، لانه انا من الضرب الاحمر، منطقه شعبيه وفيها الانشاد الديني ده اساس، ان كان توشيح او ان كان حفلات الزار او الافراح البلدي، الانشاد الديني في حياتنا تاريخ طويل. دايما بتابع على طول اول باول اي عروض دينيه او انشاد ديني تكون بنفس الايفنت اللي انا حضرته النهارده، وبصراحه هو ده بيقدم روحانيات وفنون راقي جدا، انا بحب دايما اتفرج عليه. حفله جميله وممتازه بصراحه، اول مره احضر بس شدتني ومبسوطه قوي بالانبهار اللي شفته،
وحاجات جميلة قوي. الحفلات دي فيها الجيل القديم والزمن الجميل اللي احنا كنا بنعيشه زمان. اي نعم هي قلت بسبب الأغاني الحديثة وال يعني الأغاني الشبابية اللي بيقولوا عليها، لكن احنا جيل برضو في القديم بنفتخر بالحاجات دي وبنحب ان هي، ولو ان انا شايف ان الجيل الشبابي الجديد دلوقتي بقى يحب الحاجات دي، ومش عايز اقول لك بيفتخروا ان هم يجوا يحضروا حفلات زي كده.